يعطيها العافية أستاذة فاطمة حسين على هذه الفقرة الحلوة، استمتعنا فيها صراحة. ومعانا اليوم طاقات فنية نسائية أبدعت بعمل فني حصري من إنتاج تلفزيون الكويت، تابعوا معانا هذا البرومو. الناس هذين ما لهم شغل بحد، مشكلتهم الوحيده انهم مسكنه ويمنا. لا والله جاتهم بوحده مجنونه مثل اللي معاها. انا ماني مجنونه دكتور، انا شفت نفسي صرت احسن من الادويه اللي كنت اخذها. وهيج مو عاجبني. انا بعرف شغله واحده، البنيه هذه بنتك. انت اللي خذيتي بنتي مني. ايش قاعد تقول؟ انت الحراميه. سهام 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 متي وين سيحة؟ سيحة نايمة فوق بغرفتها. وين وين وين؟ هو مش هل قاعد أقول لك نايمة بغرفتها؟ أنت لا جاي تشتكي ولا ناطرني عايرك. أنا ما عندي لا الكآبة والغثة. الغثة والكآبة أنت اللي بتيحق نفسك. قلتولي أن تفنتوها. وين؟ ما شفت، أنا ما شفت شيء بعيني. لا مجنونة، مجنونة رسمي وتبين تنينيني معاك. أنت متأكدة أن الناس اللي أنت ساكنة عندهم هذيل أمك وأبوك؟ نعرض إن شاء الله هذه السهرة المميزة البرواز على شاشة تلفزيون الكويت يوم 8/4، ومعنا من البرواز مبدعات أبدعوا في هذا العمل. معنا الفنانة المبدعة حنان المهدي، حياك الله معنا في شاي الضحى. الله يحييك فاطمة والله يحييكم. وأنا سعيدة ترى بتواجدي معاكم في هذا البرنامج اللي أنا من أشد متابعينه بصراحة. شكرا لنا الشرف أكيد أنك تتابعينا، أنت فنانة مبدعة ومخرجة مبدعة أيضا. شكرا. ومن العمل أيضا معنا مساعد المخرج الأستاذة مريم الحلو، حياك الله معنا منورتنا. نورتي الله. ومعنا أيضا شاهة الشطي مساعد مخرج، لكن أكيد كل واحدة لكم ولها تخصص في سهرة البرواز. حياك الله معنا شاهة. الله يحييك حبيبي. حياكم الله. وبنبلش الحين فاطمة، نبي نعرف الحين دور كل واحدة فيكم بالعمل. نبلش بالأستاذة حنان، تكلمينا عن دورك بهالعمل. طبعا أنا ممثلة في الفيلم التلفزيوني اللي هو البرواز. في البداية نعرض علي العمل من الأستاذ حمد البدري، ووايد عجبتني الفكرة، عجبني النص، ووايد حبيت أن لي مساحة حلوة في العمل، وتعتبر بالنسبة لي يعني أنا لي تجارب سينمائية بسيطة، أفلام أشياء بسيطة، بس هذه بالنسبة كفيلم تلفزيوني تعتبر بالنسبة لي أول تجربة. نعم. فكنت وايد سعيدة بالتجربة هذه. أكيد راح تتألقين، وإحنا ناطرين إن شاء الله يوم السبت نعرض هذه السهرة على شاشة تلفزيون الكويت. أستاذة مريم، إذا نبي نتكلم عن دورك في سهرة البرواز، كونك مساعد مخرج، كلمينا عن دورك. هذه أول مرة. نعم. أخوض فيها تجربة الدراما. نعم. لأني أنا مخرجة أساساً برامج تلفزيونية، يعني كنت سعيدة جدا بهالتجربة، لأن بعد انقطاع التلفزيون 11 سنة بعدم إنتاجه حق أي سهرة تلفزيونية أو فيلم أو شيء، فإحنا عدنا هالشيء، وأنا كنت من ضمن الستاف هذا بعد انقطاع 11 سنة، فكنت جدا سعيدة وفخورة بهالشيء، فمستمتعة بصراحة بتجربتي. نعم. وإحنا فخورين فيكم أكيد. وبهذا الإنجاز الدرامي اللي راح نطالع إن شاء الله من خلال شاشة تلفزيون الكويت. وإحنا دائما متعودين على السهرات المميزة اللي تنتجها يعني برامجنا من خلال وزارة الإعلام. ويوم السبت إن شاء الله الكل راح يستمتع فيها. شاهة أكيد دورك، تكلمينا عنه، أكيد لك دور بالعمل هذا كمساعد مخرج. طبعا إحنا كنا مساعد مخرج أنا وأخت مريم، ما كان في كل شخص يعني له مهام معين، كنا متعاونين يعني كلنا. طبعا مثل ما قالت اختي ان بعد انقطاع 11 سنه او اكثر يعني كإنتاج تلفزيون دوله الكويت، ان الطاقم كله شباب، كله اكاديميين، كله كويتيين، خصوصا ابناء التلفزيون، تقريبا 95 او 99% من الطاقم اللي كان موجود تلفزيون الكويت يعني ابنائه. فكنا وايد مستمتعين بالعمل، خصوصا ان المخرج القائد مالنا كان وايد هادي، كان وايد يعني
ويان يعني صدر رحب كان يعطينا يعني الشغل بشكل حلو كان، فكنا وايد مستمتعين بالعمل. حلو، يعني كنتوا تشتغلون كفريق واحد مستمتع، أسرة واحدة. نعم. ما كان في إن هذا مخرج ولا هذا مصور ولا، ما كان هذا الشيء موجود. حلو. كلنا كنا مستمتعين، كان الآراء يعني كل شخص يتقبل رأي الثاني بكل صدر رحب، كان وايد سلس العمل. شيء حلو حلو. الأستاذة حنان لازم نقول زميلتنا أكيد في الوزارة حنان. أكيد. إذا نبي نتكلم عن الفنانين من خلال البرومو، أنا شفت نخبة من النجوم راح يكونون إن شاء الله متواجدين في سهرة البرواز، كلمينا عن الأسماء المشاركة معاكم كفنانين وممثلين. طبعاً معاي في البطولة الأخ والأستاذ فيصل العميري. نعم. فنان فيصل العميري، الفنانة القديرة انتصار الشراح، عبد الله الباروني، محمد طاحون، فيصل دشتي. نعم. سوسن الهارون، مجموعة من استاذة جواهر. اي استاذة جواهر. نعم. والطفلة بعد عندنا الطفلة ليلى، فمجموعة يعني الحمد لله حلوة. التجربة كانت بالنسبة لي بالبداية كنت حاسة نوعا ما ان في تخوف، في شيء مثلا ممكن يواجهنا من الصعوبات، في شيء، بس خاصة انا كممثلة في بحث وايد كبير عن الشخصية، ابعاد الشخصية. طبعا هذا الشيء بالنسبة لي وبالنسبة حتى حق اخوي فيصل. نعم. بس ولله الحمد يعني لما دخلت بعد دراسة الشخصية، بعد التفاهم، بعد البروفات اللي سويناها. نعم. المواضيع تسهلت، وتسهلت اكثر مثل ما اختي شاها قالت بعد، لان الحمد لله الكاست كله كان على قلب واحد. نعم. من مخرج، من مساعدين، مصورين، ستاف، إضاءة، تصوير، حتى الصوت، مهندسين الصوت. حلو. مساعدات المخرجين طبعا موجودين معنا، فيعني كانوا حتى يعطونا دفعة معنوية في الشغل. حلو. فالحمد لله كنا تيم واحد، والموضوع مشى بكل سهولة وبكل يعني سلاسة الحمد لله. شغلة حلوة وشوقتنا ان نتابعها فاطمة، لازم نشوفها اول ما ينعرض ان شاء الله. واستاذة مريم، اكيد يعني لما عمل نفس هذا اكيد بالبداية في لك يكون مخاوف او واجهتك صعوبات، تقدرين تكلمين عن الشغلات هذه؟ اقول لك اياها بصراحة، بصراحة نبيها. ما في اي صعوبات الحمد لله. استاذ حمد البدري كان معنا خطوة بخطوة يعني بصراحة، كان محتوينا ومحتوي الستاف، وكنا كلنا نتساعد، وطبعا يعني دعم المسؤولين يعني ما حد قصر، فما بصراحة ما في صعوبات، كنا مستمتعين أصلا، كان شيء جميل جدا. نعم. لكن يمكن أحيانا كأسرة لهذه السهرة تحوشكم بعض يعني بعض التوتر للانتقادات اللي ممكن تواجه هذا العمل، كونه يعني عمل رجع كسهرة تلفزيونية إنتاج تلفزيون دولة الكويت من بعد 11 سنة مثل ما ذكرت أستاذة مريم من خلال حديثك، مو متخوفين من بعض الانتقادات إن الناس الحين راح يدققون، خاصة مع عالم السوشيال ميديا صار الانتقاد باب مفتوح للكل، فتكلمينا عن هذا الجانب أستاذة شاها؟ هو اكيد اكيد ان في انتقادات، بس طبعا احنا اول شيء بالبدايه لو يعني الحمد لله ان النص كان قوي، المخرج، التيم، العقبات اللي كانت يعني مثلا تواجه اي طاقم فني، احنا الحمد لله ما كان عندنا اي عقبه، يعني بالنسبه للمسؤولين يعطيهم العافيه، الاخ ابو فواز وكيل وزاره، وكيل مساعد شؤون تلفزيون الاستاذ مجيد الجزار، ساعدونا لأبعد مدى، افتحوا أبوابهم، افتحوا صدرهم لنا من كل ناحية، يعني سواء توفير المعدات، توفير الأماكن، الماديات، النثريات اللي هي كلها هذه تدللت، فبدام إن يعني هذه الأشياء كلها تدللت لنا، فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله العمل راح يكون يعني على قولتهم إنتاج حلو، يعني راح يعجب المشاهد. نعم. أكيد شغلة حلوة يعني إن شغلة من إنتاج تلفزيون الكويت وعمل نفس هذا، يعني ودنا أستاذة حنان تقول لنا يعني مقتطفات أو فكرة عن هذا العمل من غير ما نحرق على المشاهد، نبي يعني كذي رؤوس أقلام. هو طبعا كان في حالات نفسية، كان في أبعاد نفسية، الممثلة تتعرض إلى أعراض مثلا تشك بأشياء معينة، تحاول توصل إلى شيء، شخصية تكمل الثانية. نعم. وراح تشوفونها طبعا شكلة حالة، ما تبي تحرقين علينا السحرة. يعني كان دورها وايد صعب، يعني يعطيها العافية أستاذة حنان، وايد تعبت بالدور وايد يعني، بس طبعا بالتعاون مع أستاذ حمد والأستاذ الحشاش المؤلف. نعم.
يعني يعطيهم العافيه ووايد ساعدوا استاذة حنان. نعم صراحه يعطيكم العافيه. نعم. ونشكركم على وجودكم اليوم، شرفتونا صراحه، نورتونا، واحنا متحمسين ان نشوف العمل هذا. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تعجب الجمهور. اهم شيء عندنا احنا راي الجمهور فينا بالنهايه، لان كل اللي قاعد نقدمه والمحاولات هذه، خصوصا ان هذا انتاج تلفزيون الكويت من بعد سنوات طويله طبعا، فاحنا الحين يعني هذه تعتبر انطلاقتنا، بدايه لنا، ومتوكلين على رب العالمين، ونتمنى ان شاء الله ان هذه البدايه تكون يعني انطلاقه للعديد ان شاء الله من الاعمال الجايه. احنا متفائلين خير طبعا، خصوصا انه يعني الحمد لله قاعد اشوف انا الحين مسؤوليننا استاذ طارق المزرم، استاذ مجيد الجزاف، عامر العامر، استاذ حمد، الكل كان يعني مشجعنا ومهتمين، قاعد يحاولون يوفرون الكاميرات، الامكانيات، يعني الحمد لله التكنولوجيا عندنا قاعده تتطور. نعم. وفي وايد طاقات شبابيه من كتاب، من ممثلين، من مخرجين، فان شاء الله احنا متفائلين فيهم خير الفتره الجايه. ان شاء الله التوفيق ان شاء الله فعلا. واحنا متفائلين وفخورين للامانه بوجود هذه العناصر النسائيه الفنيه في هذا العمل. سهره تلفزيونيه ان شاء الله راح تكون ممتعه لكل متابعينها من خلال شاشه تلفزيون الكويت البرواز، اللي راح يجمع يعني كل عائله حوالين شاشه تلفزيون الكويت. شكرا لكم، نورتونا وموفقين، وناظرين العمل على نار. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. ختامها كان مسك انسان في هذا اللقاء المميز، تكلمنا عن هذه السهره، سهره البرواز، نطروها ان شاء الله يوم 8/4 يوم السبت من خلال شاشه تلفزيون الكويت. ودائما تلفزيون الكويت سباق في انه يقدم كل ما هو مميز لمتابعينا. وصلنا معكم للختام، تابعونا باكر ان شاء الله في حلقه مميزه من برنامجكم شاي الضحى، والحين نقول لكم مع السلامه. مشاهدينا نتمنى تكونوا استمتعتوا بمواضيعنا وبحلقاتنا، ونشوفكم ان شاء الله بحلقات جايه، ومع السلامه.